للمزيد ينضم إلينا من الكويت رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل. أستاذ ماجد، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. يعني لاحظنا قفزة في الأرباح السنوية بنسبة 35%، ما هي أسباب هذه الأرباح، وهل نستطيع القول أن البنك خرج من أزمة كورونا؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. نعم، مثل ما تفضلت، بفضل الله تمكنا من تحقيق أرباح صافية سنة 2021 بلغت 45 مليون فاصلة 4 مليون دينار كويتي، ما يقارب 150 مليون دولار، مثل ما تفضلت، بنسبة زيادة 35% عن العام الماضي. والسبب الرئيسي للارتفاع هو النمو في الإيرادات 10%، والتي بلغت 235 مليون دينار الإيرادات في 2021، بما يعادل 775 مليون دولار أمريكي. والنمو في الإيرادات يعود لسببين رئيسيين، هو زيادة الدخل من غير الفوائد non interest income، مثل ما حضرتك ذكرتي، من العمولات والال سي والال جي، هذه ارتفعت بنسبة 46.5% عن العام اللي قبله. السبب الثاني هو نمو وتقليص النفقات التشغيلية بنسبة 2.5% عن العام الماضي. وبناء عليه يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدي 5% نقدي و5% أسهم منحة مجانية. سيد ماجد، هل لاحظتم طلب متزايد على الإقراض من الشركات في السنة الماضية مقارنة مع سنة 2020؟ نعم، بالفعل لاحظنا زيادة بالطلب على الاقتراض من قبل الشركات العاملة، خصوصا ابتداء من الربع الثالث من السنة الماضية. واعتقادنا يعود لسببين رئيسيين، هو احتياج الشركات في رأس مال عامل working capital، وكذلك زيادة في المصاريف الرأسمالية لدى الشركات capital expenditures. ونعتقد كل هذا يعود للتعافي التدريجي من جائحة كورونا ابتداء من نصف الثاني من العام الماضي. وأي القطاعات اللي زاد فيها الطلب؟ والله تقريبا يعني جميع الزيادة كانت جميع القطاعات across the board، بس على سبيل المثال وليس الحصر، لاحظنا زيادة في المشاريع الرئيسية مما يزيد طلب الاقتراض من الشركات، المقاولات وقطاع الإنشاء ككل، هذا على سبيل المثال. لاحظنا أيضا زيادة في المخصصات بنسبة 11%، ما سبب تجنبكم لهذه المخصصات؟ سؤال وجيه. زيادة في المخصصات كانت نتيجة لزيادة في بعض القروض الغير منتظمة MBL بسبب من بنك برقان تركيا، وكذلك نتيجة لبعض القروض الغير منتظمة بالكويت خلال السنة الماضية. يعني بالنسبة للقروض بالكويت يعني one offs، ولكن الشيء المطمئن أن هذه القروض الغير منتظمة جميعها مضمونة بنسب عالية تصل إلى 310% نسبة تغطية. وشيء أيضا الإيجابي، انخفضت نسبة القروض المتعثرة الـ MBL إلى مستوى منخفض وتاريخي بلغ 1.7%، وهذا لم نشهده من زمن بعيد، وهذا يعتبر نسبة جيدة على جميع المستويات. نعم، المركز الكويتي سمح للبنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية، موقفكم من ذلك؟ هل لديكم خطة لتوزيع أرباح نصف سنوية؟ نعم، هذا الخبر أتى الأمس بالتحديد، ونعتقد أنه خبر إيجابي وجيد على مستوى البنوك وأيضا على مستوى سوق الكويت الأوراق المالية. أعتقد خطوة جيدة من بنك الكويت المركزي، وإحنا إن شاء الله راح ننظر فيها، وهذا معمول فيه عالميا مثل ما هو معروف، بس نعتقد أنه شيء إيجابي، وإحنا في بنك برقان إن شاء الله راح ننظر في الموضوع. سبق مشعل في الكويت نحو البنوك الرقمية، كيف تقيم منافستكم في هذا الاتجاه؟ والله موضوع البنوك الرقمية والتحول الرقمي، إحنا بدأنا في ذلك كبنك برقان من قبل جائحة كورونا، وكانت عندنا خطة واستراتيجية للتحول الرقمي. وطبعا خلال الجائحة، خلال السنتين الماضيتين، أيضا زدنا من عملية التحول الرقمي. نعتقد أن الآن إحنا في وضع جيد،
ومنافس بالنسبة للتحول الرقمي والتقديم خدمات إلكترونية وعن بعد. عطنا شوية أرقام عن حصتكم في سوق التمويل في الكويت، هل من خطط لتوسعات قادمة خلال هذا العام؟ والله احنا طبعا الزيادة الأخيرة في رأس المال اللي هي بلغت 71 مليون وربع مليون دينار كويتي بما يعادل 235 مليون دولار أمريكي. هالزيادة إن شاء الله راح تساعد على النمو في محفظة البنك الائتمانية وتقديم مزيد من التسهيلات لعملائنا خصوصا في قطاع الشركات. في الوضع الحالي بعد هذه الزيادة نعتقد أن البنك برقان يتمتع بكفاءة رأس مال جيدة مما يمكننا إن شاء الله من التوسع في زيادة محفظتنا الائتمانية. أشكر تواجدك معنا وكل هذه التوضيحات رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل، شكرا جزيلا لك.